النائب السيد النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. تفضل. بشكرك يا معالي الرئيس، وياريت القاعة تسمعني، السيد رئيس الوزراء يسمعني، السادة الوزراء. أنا بس سعيد النهاردة إن السادة الوزراء موجودين، عشان يمكن ثلاث أرباع الوزراء أنا يمكن ما أعرفهمش، وأنا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ما أعرفش أغلب الوزراء الموجودة النهاردة، لأن إحنا الحمد لله ما بنشوفهمش في المجلس. تاني حاجة أنا عايز النواب تسمعني، جميع طلبات السادة النواب بتروح تقابل الوزراء يقول له أنت عايز تقابلني ليه؟ ما تقابل موظف. قابل موظف المسؤول وهتقابلني ليه؟ أنت عايز تقابلني ليه؟ الكلام دوت شكوى من نواب كتير جدا، وانا يمكن في 378 نائب بيشتكوا لي مرير الشكوى من الشكوات اللي بتتم دي. هستأذن حضرتك تديني فرصه في الوقت، لان لما السيد رئيس الوزراء اتكلم حسسني ان الشعب المصري عايش في رخاء، حسسني ان خلاص احنا عدينا الازمه الاقتصاديه. لا يا سيادة رئيس الوزراء، الشعب تحمل كثير وتحمل التعديلات الاقتصادية وتعويم الجنيه، والشعب تحمل أكثر من طاقته. ايه النتيجة اللي احنا بنشوفها؟ لو سمحت، قلت حضرتك الحد الأدنى 2000 جنيه، الكهرباء أي فاتورة مواطن بسيط الكهرباء 500-600 جنيه، فاتورة المية 500-600 جنيه، يصرف على أسرته منين لو باع هدومه؟ عشان نتكلم بشفافية. يا معالي الرئيس، يا ما دافعنا عن الحكومة، وأنا وقفت في هذا الموقف دفاعاً على القوانين والتشريعات للحكومة. ويمكن كان في اختلاف شخصي حصل بيني وبين سيادتك. سيادة النائب، دقيقة واحدة يا عاطف بيه. سيادة النائب اللي ارجع ورا، أنا مش عاوز بقى أضيع الوقت، كل نائب يجي وروح قاعد لي في الأماكن دي. اتفضل سيادة النائب. اسمعني لو سمحت، السادة النواب. لو تكرمت، اتفضل سيادة النائب، أكمل حديث. السادة النواب، أنا بتكلم بلسان 378 نائب، فاسمعوني. حضرتك يا فندم، اللجان الوزراء مش موجوده في مناقشه القوانين في اللجان، بيحضر رقم 2 رقم 3 بيبعت لك موظف يجي يحضر في اللجنه. انا بطالب الساده رؤساء اللجان ممنوع انعقاد لجنه ما فيهاش الوزير. النقطه الثالثه، عشان نتكلم بكل شفافية وبكل أرجو من السادة الأعضاء الهدوء. يا فندم حسسني مبادرات الصحة، مبادرات الصحة يا فندم. أنا اسمعني يا ابني، اسمعني يا معالي النائب. مبادرات الصحة، لو تكرمت. مش هينفع كده. اتفضل سياده النايب. سياده النايبه، احنا مش قاعدين في مؤتمر هنا. اتفضل سياده النايب. يا فندم النهارده انا هقول لك نموذج محافظه كمحافظه الليبيه، مش هكلم محافظات مصر، مفيش صحه في مصر. مصر بلا صحه، عشان نبقى صراحه. جميع المستشفيات، مستشفى اها 99% وما اشتغلتش، مستشفى الخنكه 90% وما اشتغلتش، مستشفى القناطر 60% ما اشتغلتش، مستشفى اليوبية ما فيهاش غير مستشفى. سيادة النائب، يا سيادة النائب، سيادة النائب، يا سيادة النائب، أنا بقول لحضرتك أخرجه بره الجلسة. يا معالي الرئيس اديني فرصة في الكلمة. أنا كنا بنلف في 28 محافظة. لو تكرمت. لفينا 28 محافظة أنا والسادة النواب من سعيد مصر، مفيش صحة. عناية مركزة، مفيش عناية مركزة. حضانات أطفال، مفيش حضانات أطفال. المواطن المصري بيموت. هي دي الحقيقة. أنا مش هنقعد في المكاتب ونقول إن الدنيا وردية، لا الدنيا مش وردية. وعندنا مشاكل كتير، والمواطن المصري بيقل، وإحنا بنواجه الشارع. المواطن المصري مش اللي قاعد في التجمع، اللي قاعد في القرية. المواطن المصري اللي مش عارف في العيش،
اللي بيتقفل طابونه ويقول لك ترى مش قادر افتح له طوابير. المواطن المصري البسيط اللي واقف يوم الجمعه جاي من المحافظات، واقف مع الجيش، واقف مع الشرطه، واقف مع الرئيس، تحيه للجيش المصري، تحيه للشعب المصري. المواطن البسيط هو اللي بيقف يدافع عن الدوله المصريه. المواطن البسيط هو اللي بيدافع. ما شفتش حد في الشارع بيدافع، كنا موجودين في الشارع. يا ريس الفلاح المصري في العنايه المركزه كيماوي ب 270 جنيه. الفلاح بيسقي فدان الارض ب 600 جنيه. اخر السنه ما بتلاقيش يجوز لعيل الفلاح المصري في العنايه المركزه. لا كده مش هينفع. مش هينفع كده. لو اتكرمتوا احنا في مجلس نواب مش في مؤتمر جماعي. اتفضل ست النائب. يا رئيس انا بتكلم ملف ملف من ناحيه عنكم يا ساده النواب المحترمين. ملف التعليم انا عمال اجيب تابلت وعمال اعمل شبكات. يا ده الناس قاعده على الارض، مفيش دكك، مفيش مدارس، في كثافه 120. بعت الصور اكتر من مره، الطلبه قاعده على الحوش في الارض، وتقول لي تابلت وتقول لي بطور التعليم. الكلام ده كله مشاكل لازم توصل لسياده رئيس الوزراء. لازم الوزراء تحس بالكلام ده. مؤشرات اقتصاديه زي الفل. الراجل اللي في الشارع شايف ايه؟ الناس بتبكي بتقن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.